الحزين لفساد الصدور
حمم القاسم حبيبي يا معلم الرمز الدواء أخذ يا معلم الرمز الدواء واسأل واتمنى علم الدواء واسأل واتمنى علم الدواء فما ترى منها حق والدواء Oh,
من عذاب أليم.
من لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلى إلا القوم الفاسقون. آمنا بالله صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا أبواب الخير كلها بكرمك يا أكرم الأكرمين. صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسر سيدنا محمد لديك وبسيره إليه. اللهم اكسره لديك وبسيره إليه. آمن خوفنا وأقل عثاراتنا وأذهب حزننا وحرصنا وكلنا وخذنا إليك منا وارزقنا الفناء عنا ولا تجعلنا مفتونين بأنفسنا محجوبين بحسنا واكشف لنا عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله. اللهم ما أصبح بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد. اللهم إنا نسألك نور هذا اليوم خيره وبركته ونصره وهداه. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وانصرهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا.